مصر تؤكد أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري منذ اللحظة الأولى بدون قيود أو شروط، والحل الوحيد يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لنحو 28,000 وأكثر من 67,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الأمل في خان يونس، وصليب الأحمر يدعو لحماية المستشفيات للحد من انهيار النظام الصحي. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع. وأضاف البيان أن مصر ضغطت وبشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أن قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر 4 مرات حال دون دخول المساعدات. وأكد البيان أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش. أضاف البيان أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك وما زالت تقوم باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كميتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع هي مقدمة من مصر. كما أشار البيان إلى أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن أي محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، المواقف المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تقبل المزايدة بأي حال من الأحوال. تعليقك على ما ورد في التصريحات الأمريكية وتحديدا تصريحات جو بايدن. يعني في الحقيقة هو التصريحات الرئيس جو بايدن بتحاول ان هي تغطي على الموقف الاسرائيلي، على ما اتهمت به اسرائيل بانها بتمارس اباده جماعيه، انها بتحول دون دخول المساعدات. يعني الشهاده الحقيقيه والعمليه هي شهاده المنظمات التي تعمل مع مصر لتوصيل هذه المساعدات، يعني مصر لا تعمل لوحدها. هناك في برنامج الغذاء العالمي، منظمه الاغذيه والزراعه، في منظمة اليونيسف، في منظمة الصحة والإسعاف الأحمر الدولي. نعم. كل هذه المنظمات لم يشكو منها أحد على الإطلاق، بالعكس الأمين العام للأمم المتحدة ذهب بنفسه إلى معبر رفح وانتقد إسرائيل ضمنيا، لما ينتقد لم يذكر شيئا إطلاقا. بالعكس كل هذه المنظمات وكل المسؤولين، وزراء خارجية، رؤساء وزراء، زاروا مصر وزاروا معبر رفح، قدموا الشكر لما تقدمه مصر من مساعدات. نعم. المحاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية دائما أنها تغطي على إسرائيل لأنها شريكة معها في الحرب. جولة مثلا وزير خارجية بلينكن بعد 4 أيام في المنطقة، ماذا فعل؟ يعني سمعنا كلام كلام كلام، ولكن لم يستطع أن هو يتوصل حتى إلى وقف إطلاق نار مؤقت. نعم. هدنة طويلة. فهنا هو بيغطي على هذا، يعني بيغطي على الموقف الأمريكي، سواء بالحديث عن أن مصر عليها أن تفتح معبر رفح. هل يقصد أن احنا نفتحه للتهجير القسري؟ هذا بيكذب نفس التصريح الأمريكي قبل كده من الرئيس الأمريكي ومن وزير خارجيته، أنهم يتفقون مع مصر على عدم التهجير القسري وعدم إعادة احتلال قطاع غزة وعدم اقتطاع أي جزء من غزة. نعم. برأيك هل هي المماطلة الأمريكية والضوء الأخضر الذي تعطيه الولايات المتحدة دائما للصلف الإسرائيلي وممارساته، أم هو نوع من التصريحات المطاطية لكسب الوقت والمزيد من نزيف الدماء للإخوة الفلسطينيين؟ يعني هو الاثنين، يعني هو تغطية على الموقف الإسرائيلي بدليل أن الولايات المتحدة عطلت قرارات محكمة العدل الدولية، ولم تدع مجلس الأمن يصدر قرارا أو يعني يشكل لجنة دائمة بصورة فعالة. أدي ناحية. الناحية الأخرى هو أيضا بيدي فرصة لإسرائيل، يعني ما نسمع كلامهم على أن عملية اجتياح رفح هتكون عملية هتؤدي إلى خسائر فادحة، لذلك نرجو أن تكون عملية محسوبة. يعني من حيث المبدأ هو مش ضد الهجوم على رفح، يعني كلام لو تحليله يجد أن هو فعلا ما زال شريكا فعالا مع إسرائيل بالرغم كل الكلام الذي يقال عن الخلافات وعن أن هم غير متفقين، وأن كل هذا الكلام بيكشفوا مواقف زي اللي قاله الرئيس بايدن من ناحية، وزي اللي قاله المتحدث باسم البيت الأبيض أيضا من ناحية أخرى. نعم. مرارا وتكرارا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في أي قرارات تصدر لصالح الشعب الفلسطيني أو حتى في تمرير الحلول السياسية والدبلوماسية على الأرض. برأيك تفضل. ده صحيح، يعني كأن إسرائيل عضو دائم في مجلس الأمن، يعني هذا حقيقي. إسرائيل من وجهة نظري هي عبارة عن دائرة انتخابية أمريكية، المقاطعة 51 أو الولاية 51 في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نجد دائما الولايات المتحدة وفرت لإسرائيل في عدوانها على غزة الغطاء العسكري، سواء المباشر بإرسال خبراء في حرب المدن اللي كانوا في العراق وكانوا في أفغانستان، والأسلحة تدفقت عليها، الغطاء السياسي بأنها غطت عليها غطاء سياسي في جميع المنظمات الدولية، إن الجولات اللي قام بها وزير خارجية الخمس جولات ضمان ألا تدخل أطراف أخرى في حرب بحيث أنها تضر بإسرائيل، تصعيد الموقف في البحر الأحمر بدلا من وقف إطلاق النار بيصعد ويتهم الحوثيين بانهم بيهددوا المياه البحريه. فالولايات المتحده الامريكيه متفقه مع اسرائيل على ضروره القضاء على حماس، بالرغم من ان شركائهم الاوروبيين على اللسان
جوزيف بوريل المسؤول عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، قال لا يمكن القضاء على حماس لأنها مش مجرد أفراد، ده منتشرة في وسط الشعب في غزة وفي الضفة الغربية، وقال إنها فكرة ولا يمكن القضاء على الأفكار. فهنا الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة التناقضات في موقفها والازدواجية في موقفها واضحة جدا جدا. ماذا عن خطورة توسعة دائرة الصراع والتي حذر منها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني دي في منتهى الخطورة على المنطقة كلها. يعني النهاردة بدأنا نجد أن عودة مرة أخرى عدم الاستقرار في العراق، والولايات المتحدة الأمريكية بتعتدي على العراق دولة ذات سيادة، وتعتدي على سوريا دولة ذات سيادة لصالح من؟ لصالح إسرائيل. ودائما ما تحذر إيران لصالح من؟ لصالح إسرائيل. وتحذر حزب الله وأفادت مبعوثا خاصا ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف تكاد تكون مقيمة في إسرائيل وتتجول بين إسرائيل والأردن ولبنان لحماية إسرائيل. إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نعم. الولايات المتحدة قالت ليس هناك دليل على ذلك، وكأن الصور التي نشاهدها والعالم كله شاهدها والمظاهرات اللي في العالم والاستنكار في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من مرة 300 موظف يعملون في الحكومة الأمريكية قدموا احتجاج على السياسة الأمريكية المؤيدة التأييد الأعمى لإسرائيل، ومن حوالي أسبوعين 800 موظف من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قدموا احتجاج في داخل الحزب الديمقراطي الجناح اليساري برئاسة يعني بيتزعمه بيرنز اللي هو اليساري السيناتور اليساري، بيقول ان لابد ان نحافظ على كرامه الفلسطينيين وكرامه الولايات المتحده لكن الامريكيه. لكن على المستوى الرسمي سياسات غض الطرف هي السابقه لهذه المواقف المتخذه حتى لو كانت لصالح الشعب الفلسطيني. مواقف من؟ سياسات غض الطرف، مواقف الولايات المتحده الرسميه ده عما يحدث الطرف. على الارض ده يعني انا اسف التعبير ده التعامي كليه عن هذا الموقف الذي اين حقوق الانسان التي صدعونا بها؟ يعني اين حقوق الانسان؟ هل الشعب الفلسطيني ليس له حقوق؟ وفي البدايه في بدايه جوله بلينكن الاخيره عندما تحرك من واشنطن قال ان احنا نريد اقامه دوله فلسطينيه منزوعه السلاح وتضمن الامن لاسرائيل، يعني نكته سياسيه دوله منزوعه السلاح تضمن الامن لاسرائيل. فهنا يعني الولايات المتحده الامريكيه في الحقيقه لم يعد يعول عليها كثيرا رغم ان هي الطرف الوحيد الذي يستطيع الضغط على اسرائيل. نامل ان الاجتماع اللي هيعقد في الرياض المشترك وهتشارك فيه مصر وقطر والامارات وربما اطراف اخرى ان هو يوصل رساله قويه للولايات المتحده الامريكيه ان لقد فاض الكيد، وعلى الولايات المتحده الامريكيه الا تدلل اسرائيل اكثر من هذا والا تدلل نتنياهو لانه فشل. نعم. لم يستطع ان يحقق اي من اهدافه، فبالتالي ليس هناك أي مبرر لحمايته والدفاع عنه وتحويل الأنظار بافتعال مواقف غير حقيقية. نعم، أو حتى الدعاءات فيما يخص معبر رفح تحديدا والتأكيدات المصرية المستمرة بأنها لم تغلق معبر رفح من الجانب المصري بل هي الممارسات الإسرائيلية وقصف المعبر من الجانب الإسرائيلي. ده حقيقي، يعني هو إحنا أنا شاهدت على التلفزيون في بداية توصيل المساعدات أربع مرات يدمروا الطريق تدمير كامل بحيث أن الشاحنات لا تستطيع أن تستخدمه، ومصر تصلح الطريق مرة واثنين وثلاثة وأربعة. فمش معقول أنا هبعت ناس أضحي بحياتها وأضحي بالمساعدات اللي تقدمها علشان أقول آه والله أنا، لأن المعبر له طرفين. نعم. أما أن هو يهجر للفلسطينيين غصبا عنهم ويدخلهم لمصر فهذا مرفوض شكلا وموضوعا، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا. نعم، أشكرك جزيل الشكر. هي إذن الثوابت المصرية في الشق الدبلوماسي والسياسي ودعم القضية الفلسطينية وأيضا لإبقاء هدنة إنسانية على الأرض من أجل قطاع غزة وأهالي قطاع غزة بشكل خاص. أشكرك سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق.
يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من جميع الدول بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. هذا وقد دخلت عبر ميناء رفح البري 75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، كما وصلت 4 طائرات مساعدات إنسانية متنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة إلى مطار العريش الدولي. ومزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. محمد، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في العريش. نعم، بحسب البيان الذي جاء من الهيئة العامة للمعابر والحدود فأن هناك 80 شاحنة من المساعدات الغذائية والإغاثية قد عبرت من معبر رفح واتجهت إلى معبر العوجة تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. أيضا هناك 6 شاحنات خاصة بالوقود، 6 منها 4 منها خاصة بالغاز الطبيعي، واثنين منهم خاص بالوقود، عبروا أيضا من المعبر معبر ميناء رفح ثم الى معبر كرم ابو سالم. هذا بالاضافه الى 160 شاحنه عبرت ايضا الى كرم ابو سالم متجهه الى قطاع غزه. ايضا فيما يخص يعني دخول الافراد الفلسطينيين والجرحى والمصابين فان هناك يعني حوالي 49 من الجرحى الفلسطينيين دخلوا الى معبر رفح واتجهوا الى المستشفيات المصريه الخاصه سواء كانت مستشفى العريش او مستشفى الشيخ زويد لتلقي العلاج. كما نؤكد ايضا ان مطار العريش الدولي فبالفعل قد استقبل اليوم 3 طائرات، واحدة خاصة بدولة قطر وتركيا وواحدة خاصة بالصليب الأحمر الألماني. حمولة هذه الطائرات تقدر ب 120 طن من المساعدات المتنوعة سواء كانت خيام أو أدوية أو مستلزمات طبية. أيضا كانت هناك طائرة قطرية للإجلاء الرعاية الفلسطينيين من مطار العريش وتقدر يعني أو نقلت حوالي 29 من الفلسطينيين وذويهم الذين يقدرون ب 41 فلسطيني. يمكن هذه هي الإحصاءات أو هذه هي الأرقام التي صدرت اليوم عن الهيئة العامة للمعابر والحدود المصرية بالأرقام والتفاصيل، ولكن طبعا بالتأكيد لازالت الجهود المصرية متواصلة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة والرعاية الطبية لجميع الأشقاء الفلسطينيين والجرحى الذين يعبرون من معبر رفح متجهين إلى المستشفيات المصرية، يعني كما ذكرنا لمستشفى العريش أو مستشفى الشيخ زويد أو بئر العبد أو حتى المستشفيات الخاصة في القاهرة ومستشفيات العاصمة الإدارية. يمكن هذا هو المشهد لدينا من العريش اليوم، نقلناه لكم كما رأيناه وكما تبعناه من مصادرنا المتنوعة. وأعود إليك مرة أخرى. أشكرك محمد الخطيب، كنت معنا مباشرة من العريش. عن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوى، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. ولم تتمكن مركبة الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة الإسرائيلية. هذا وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 27,947 شهيداً و 97,459 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال معارك في قطاع غزة. يأتي هذا فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 عسكريين بجروح خطيرة خلال المعارك، لافتة إلى اعتراض هدف مشبوه قرب مدينة حيفا.
ذكرت صحيفة هارس الإسرائيلية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط كشفت عمق الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن زيارة بلينكن أظهرت انعدام ثقة الإدارة الأمريكية وقلة صبر واشنطن تجاه نتنياهو. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس. كانت وسائل أعلام إسرائيلية قد كشفت أن نتنياهو انتقد خلال اجتماع مجلس الحرب الجيش الإسرائيلي وانتقد تقدمه البطيء في غزة لتحقيق الأهداف المعلنة. أضافت وسائل أعلام إسرائيلية أن نتنياهو احتج خلال اجتماع مجلس الحرب على سحب الجيش لعدد من الألوية المقاتلة في قطاع غزة. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من خطورة استمرار توسع دائرة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ما لم يتم العمل على تحقيق حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية. أكد فيدان أنه لا يمكن تبرير المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لافتا إلى ضرورة العمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع. غزة اتدمرت، ما بقاليش حاجة. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب القطاع. وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل في محيط المستشفى، مما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية بداخله وأدى لأضرار مادية في المبنى. أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأكسجين بشكل كامل منذ أيام وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم. دعا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا إلى أهمية توفير الحماية المطلقة لمستشفيات خان يونس الواقعة جنوب القطاع. وحذر مهنا في الوقت ذاته من عواقب انهيار القطاع الصحي بشكل كامل في غزة مع خروج مستشفيات محافظة خان يونس عن الخدمة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني. دعت المديرة التنفيذية لليونسيف كاترين راسل إلى عدم التصعيد في مدينة رفح الفلسطينية في ظل وجود أكثر من 600 ألف نازح فيها. وأضافت المديرة التنفيذية لليونسيف أن تصعيد القتال في رفح سيمثل تحولا مدمرا آخر في الحرب، بما قد يؤدي أو يودي بحياة الآلاف من المدنيين. قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير وعلى مستوى نادر لم يشاهد مثله في التاريخ الحديث. وأضافت سكيلتون أنه لا يوجد طفل في غزة خال من الخوف والألم والجوع في ظل الحرب الدائرة. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل أصبحوا منفصلين عن والديهم، وأصبح كل الأطفال البالغ عددهم 1.2 مليون بحاجة إلى المساعدة الصحية النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وكذا الاهتمام والعمل من جانب المجتمع الدولي. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال ووسط قطاع غزة، وذلك بسبب نقص الغذاء.
أوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن آخر مرة سمح فيها للوكالة بتسليم إمدادات إلى المنطقة كان قبل أكثر من أسبوعين، وأن نصف طلبات بعثات الأونروا لإرسال مساعدات إلى الشمال تم رفضها. أضاف المفوض أن الأمم المتحدة حددت مناطق يعاني أهلها من الجوع في شمال غزة، لافتا إلى اعتماد ما لا يقل عن 300 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة على مساعدات الأونروا للبقاء على قيد الحياة. هذا وقد أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة خارج المدارس في غزة. أضافت أونروا أن أطفال غزة ينتظرون مستقبلا صعبا، وأن الخسائر في صفوفهم مأساوية عقب 4 أشهر من الحرب الوحشية. وأشارت إلى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات في القطاع، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لليوم 126 على التوالي يعاني أهالي غزة من العدوان الإسرائيلي على القطاع. يأتي ذلك في وقت لم يجد فيه أهالي القطاع أساسيات الحياة، بل يواجهون أوضاعا شديدة القسوة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية. لا يزال القصف مستمرا، والشهداء الفلسطينيون في ازدياد، وعائلات بأكملها تختفي من الحياة، ومن يبقى لا يجد المأوى والمأكل ولا شيء من أساسيات الحياة. إنها غزة التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي لليوم 126، ففي وسط وشمال قطاع غزة تبدو الأوضاع شديدة القسوة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية. الأهالي في تلك المناطق لا يأكلون الطعام المعروف في أبسط صورة مثل الدقيق والخبز، لكن يأكلون الأعشاب التي تنبت في الشوارع بسبب الأمطار التي هطلت مؤخرا على القطاع. كما أن الأطفال والنساء يمثلون النسبة الأكبر من قرابة 28,000 شخص استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي. مع نزوح 1 مليون من سكان غزة من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي بحثا عن ملاذ آمن في مدينة رفح، انتقلت 5 عائلات إلى مزرعة للدواجن يعيشون بين جدرانها الخرسانية الطويلة، ويحولون أقفاص البطاريات إلى أسرة بطابقين. اليوم إحنا عايشين في مكان وأهل الحيوانات تعيش فيه، بس للأسف إحنا زلنا لمستوى إنه أقل من الحيوانات. في مكان زي هذا الحيوانات بتكون موجودة، في ناس تعتني فيها، تطعميها، تأكلها، تشربها، بس إحنا للأسف زلنا لأدنى مستوى إنه ما حد مهتم فينا، أدنى مستوى من الحياة اللي الحيوانات بتعيشها. ولكن مع مرور الوقت تعين على أفراد تلك الأسرة أن يتقبلوا الأمر الواقع ويرضوا بأن تكون هذه المزرعة منزلهم لفترة أطول. قررنا نيجي هنا لأنه إحنا عائلة كبيرة، 27 نفر، 4 عائلات 5 عائلات. بعد ما طلعنا من الشيخ رضوان انتقلنا على الزوايدة، بسبب القصر يضورنا على مكان تاني ما لقيناه. هذا هو حال أهالي غزة للشهر الرابع، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب، من خان يونس وصولا إلى رفح المتكدسة بالسكان. فالقصف لا يتوقف، والأهالي يفقدون أحباءهم المتبقين واحدا بعد الآخر. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول التي دعمت إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس، طالبتها بالضغط على إسرائيل لوقف هجومها الكارثي على مدينة رفح الفلسطينية. أوضحت الخارجية الفلسطينية أن تلك الدول باتت تضيق بما ترتكبه إسرائيل من مجازر جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، وضد حرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدمير قطاع غزة بشكل شامل. أكدت الخارجية الفلسطينية أن استحقاق الضغط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب هذه الجريمة يقع بشكل أساسي على عاتق الدول التي لازالت تؤمن بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. نشرة 6 تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري ونتابع فيها. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق تستهدف مطارا عسكريا.
أطلق حزب الله اللبناني دفعة كبيرة من الصواريخ نحو الجليل الأعلى شمال إسرائيل. يأتي هذا في حين ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا مشتبها به قبالة مدينة حيفا الساحلية الشمالية وسط توتر شديد على طول الحدود مع لبنان. قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهدف لم يسبب أي أضرار أو إصابات. أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. يأتي ذلك فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الهجوم استهدف مطار المزد العسكري في ريف دمشق. أفادت وسائل إعلام تابعة لقوات الحوثي أن العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بعدد من الغارات منطقتي الكثيب والجبانة. يأتي هذا فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم شن 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر. بين الردع أو مواصلة الدفاع عن النفس في البحر الأحمر أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، يواصل الغرب شن مزيد من الضربات ضد أهداف لقوات الحوثي في اليمن. وفي أحدث تطور أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة المركزية الأمريكية شنت 7 ضربات للدفاع عن النفس ضد 4 زوارق مسيرة تابعة لقوات الحوثي و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر. وعقب نشر بوارج أمريكية وبريطانية وفرنسية في المنطقة، سارعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري يضم أكثر من 20 بلدا لحماية حركة الملاحة، فيما كثفت دول غربية تحذيراتها لقوات الحوثي في اليمن. وفي إطار خطط برلين للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين في اليمن التي تعيق حركة التجارة، أبحرت فرقاطة تابعة للبحرية الألمانية باتجاه البحر الأحمر. السفينة هيسن انطلقت من ميناء فيلمليسهافن في بحر الشمال لتنضم إلى مهمة بحرية أوروبية ستنطلق قريبا لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. واعتبر جان كريستيان كاك نائب الأميرال بالبحرية الألمانية أن مشاركة الفرقاطة الألمانية في المهمة تحد مهم للغاية. جان كريستيان كاك أكد أن الفرقاطة تستطيع التعامل مع هجمات محتملة بصواريخ ومسيرات وزوارق انتحارية يتم التحكم فيها عن بعد، وحتى الآن تستمر مهمتها حتى شهر أبريل. وشنت قوات الحوثي على مدى الأسابيع الماضية أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر. وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية بحسب غرفة الشحن الدولية. وقد تسببت هذه الهجمات في مضاعفة كلفة النقل نتيجة تغيير 18 شركة شحن على الأقل مسار سفنها حول جنوب إفريقيا وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. صرح المتحدث باسم منظمة يونيسيف جيمس إلدر أن السودان تشهد أكبر نزوح للأطفال في العالم منذ بداية الحرب قبل 300 يوم، وأشار إلى أنه تم تهجير ما يقرب من 4 ملايين طفل بمعدل 13,000 طفل نزح يوميا على مدار أيام الحرب، وأصبح أفراد الأسرة منفصلين أو مفقودين. لفت مسؤول اليونيسيف إلى أن 300 يوم ماضية من الحرب تعني أن أكثر من 700,000 طفل من المحتمل أن يعانوا من أخطر أشكال سوء التغذية هذا العام.
أعلنت الإمارات أنها نجحت في التوصل للإفراج عن 100 أسير حرب من روسيا مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني. أكدت الخارجية الإماراتية استعداد الإمارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة. اتهم الكريملين أوكرانيا بقتل العديد من المدنيين في ماريوبول، مؤكدا أنه لم يراجع بعد تقديرات لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن 8000 شخص على الأقل قتلوا في المدينة. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن القوات الأوكرانية استخدمت المدنيين في ماريوبول كدروعا بشرية وأطلقت النار عليهم، ولم يشر إلى أي أدلة تدعم هذه الاتهامات التي سبق وأن فتح كييف. من جهة أخرى قال الكرملين أنه يعتقد أن تغيير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية لن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي قد أعلن تعيين ألكسندر سيرسكي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة بدلا من الجنرال فاليري زالوغني. جهود متواصلة تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن بجميع محافظات مصر من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمبادرات الصحية المجانية. أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية بمناسبة الوصول للرقم 25000 في إجراء العمليات الجراحية للمواطنين. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفلت مؤسسات صناع الخير أحد أعضاء التحالف بإجراء العملية الجراحية رقم 25000 للمواطنين، وذلك ضمن فعاليات إجراء أكبر عدد لعمليات جراحات عيون في يوم واحد. إحنا فخورين إن إحنا بنحتفل بوصول أعداد المستفيدين من إجراء العمليات الجراحية في مبادرة عينيك في عينينا إلى 25000 مستفيد على مستوى الجمهورية. الرقم ده الحقيقة بالنسبة لنا مش مجرد رقم، ده بيمثل رحلة نجاح ورحلة كفاح الحقيقة ورحلة تعب، إن إحنا نقدم ونحقق معادلة صعبة، نقدم خدمات طبية متكاملة ذات جودة لأهالينا في كل شبر تقريبا في أرض مصر وبالمجان تماما في مجال الحد من مسببات العمى. نحتفل بالعملية رقم 25000 في حربة مسببات العمى. في صناع الخير الحمد لله مبادرة شغالين عليها بقالنا فترة كبيرة اسمها عينيك في عينينا، ديت برعاية مجلس الوزراء. القوافل بننزل القرى الأكثر احتياجا في مراكز حياة كريمة في المحافظة، بننزل للأهالي هناك في أماكن تجمعاتهم في القرى، بدل ما هم يروحوا المستشفيات احنا بنروح لحد عندهم هناك، بننزل نكشف على الناس، بنبدأ أولا الكشف الطبي، لو حد محتاج علاج بنصرفه له مجانا، لحد محتاج نظارات بنصرفها له مجانا. اطلقنا المبادره وكان هدفنا ان احنا ان شاء الله نصل في 6 سنوات للكشف وفحص واطمئنان مليون مواطن مصري من كل محافظات الجمهوريه. استهدفنا في هذه المبادره 2000 قافله طبيه خدمت اكثر من 3000 قريه وعزب وناجع وتابع. النهارده بنحتفل باجراء العمليه 25000 من العمليات الحمد لله اللي تم الفحص لاهالينا المستحقين لهذه العمليات. بنقدم خدمة طبية لجميع فئات المجتمع، وبنقدم هنا جميع العمليات مثل عمليات المية البيضاء وعمليات الشبكية وعمليات التجميل وعمليات الحول. دي الخدمات اللي بنقدمها عندنا في المركز عندنا هنا، وجميع الفحوصات مثلا عندنا إشاعات والسي تي، عندنا مجال إبصار، عندنا مقطعية، عندنا مقاس عدسة، عندنا بنتكام. دي جميع الخدمات الطبية الموجودة عندي هنا في المركز. الاحتفالية تضمنت توعية المواطنين للحد من مسببات العمى وفي إطار تقديم خدمات طبية نوعية متكاملة ذات جودة في مختلف التخصصات ومن بينها مجال العيون. بنعمل حملات توعية للمرضى خلال اللي احنا بنفهمهم ازاي يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعية، بس بشكل يعني نحافظ اكتر ان احنا ما نعملش اي مشكله في عينينا لا قدر الله. جم عندنا في القرى وكشفوا على اعداد مهوله بجد، اعداد مهوله، وطلعوا حاجات
وصرفوا علاج للناس اللي تعبانه وبيعملوا حاجات وبيعملوا عمليات. ادينا جايين نعملوا عمليه النهارده. الحمد لله والله ما خلونا نعمل اي حاجه يعني، جابوا لنا قطره ونظارات وكل المشروع الله يديهم الصحه والله. في الحلاقه جابوا كل اللي عايزينه، علاج ببلاش وده ببلاش وكل حاجه. عمل متواصل للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتقديم كافه اشكال الدعم للاشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعايه من خلال اتاحه الخدمات الطبيه والعمل على تكفيف منابع الاعاقه البصريه، وذلك عبر اجراء عمليات جراحيه وتنظيم قوافل طبيه تجوب القرى والمحافظات. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أنهت القافلة العلاجية بقرية قنان التابعة لمركز إدفو بأسوان أعمالها لليوم الثاني ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. استفاد من القافلة 1338 شخصا من الكشف وصرف العلاج بالمجان والذي يتوفر منذ أكثر من 130 صنفا به، كما تم تحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين المغناطيسي والمقطعية. وشاركت في القافلة 8 تخصصات إضافية لمعملي الدم والطفيليات والأشعة. النهاردة معانا تخصصات طبية مختلفة، معانا معمل كيمياء الدم ومعمل الطفيليات، معانا الصيدلية المتنقلة بتاعتنا اللي بتحتوي على أكثر من 130 صنف دواء. كل الخدمات اللي بنقدمها النهاردة بالمجان. الصراحة العلاج بتاع القافلة 100 100، وأنا خفيت عليه، وعلاج ببلاش وكل حاجة ببلاش. بنيجي نكشف هنا في القافلة، الحمد لله الدكاترة كلها ممتازة، العلاج اللهم لك الحمد بنخف عليه بسرعة وجايب نتيجة. وفرت علينا كتير، وفرت علينا نروح للدكتور، وفرت علينا الكشوفات غالية والعلاجات غالية، فوفرت علينا حاجات كتيرة بصراحة. أنا جيت المستشفى هنا عشان أكشف مسالك بولية، وفعلا كشفت مسالك بولية وودوني العلاج اللازم. احنا بنشكر طبعا رئيس الجمهورية على القافلة دي اللي هي اتاحت لنا كتير حاجات كتير. يعني بنكشف في القافلة، بناخد علاج بالمجان، بنكشف بالمجان. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 14 عيادة تخصصية، هذا إضافة إلى تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وتوافر الصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وعقد ندوات تثقيفية. اليوم الأول من قافلة قرية منشية ناصر، ومنشية ناصر دي من القرى اللي بتتبع مركز كفر سعد، ومركز كفر سعد هو المركز المستهدف في مبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى منها. القرية هنا بنستهدفها بالقوافل العلاجية لأنها بعيدة عن المستشفيات المركزية أكتر من 15 كيلو، بالتالي من المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، وبرضو من المناطق النائية لأنها تعتبر قرية حدودية، فبالتالي بنستهدفها بالقوافل. كشفت عظام ودن وكشفت وحولنا الأشعة والحمد لله ادانا علاج. المعامله الدكاتره كان ما شاء الله كويسين جدا، كشفت بطنه دون علاج بالمجاني، و يعني بتمنى من المسؤولين ان القوافل دي تتكرر تاني. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال مع مرنا إياب، إليك مرنا. شكرا لكم هبة وأداء، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، ذلك لتحسين منظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريرا مفصلا أعدته الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية، ذلك بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية. حيث أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتعظيم جهود الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وسرعة معالجة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لجميع الشكاوى والطلبات في ظل التحديات الراهنة لتخفيف المعاناة على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. جاء ذلك خلال متابعة مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. وأكد مدبولي ضرورة إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلغات وشكاوى الطوارئ لسرعة معالجتها حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، فضلاً عن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المرتبطة بمحاولات التلاعب بأسعار وجودة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها بتنفيذ الحملات اللازمة لإنفاذ القانون. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط حيث اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 56% لتصل إلى 82.9 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 82% مسجلة 76.84 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 7% لتصل إلى 2.75 دولار للتر، كما انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 2.56% لتسجل 1.86 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت بورصة دبي على ارتفاع بعدما تجاوزت أرباح عدد من الشركات توقعات السوق لتعزز رغبة المستثمرين في المخاطرة، بينما تراجعت بورصة أبوظبي. وارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 6%، وفي المقابل هبط مؤشر أبوظبي بنسبة تقدر ب 2%. ورغم اختتام معظم الجلسات على ارتفاع، أنهى مؤشر دبي الأسبوع بخسارة تقدر ب 1.1%، وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 1.2%. وإلى وول ستريت، حيث ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال التعاملات الأمريكية وتجاوز عتبة 5000 نقطة، بعد أن أشارت بيانات إلى تعديل بيانات التضخم للعام الماضي جاء في أضيق نطاق ممكن، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعية بنسبة تقدر ب 1%، كما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 13%، كما زاد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 31%. وفي الأسواق اليابانية، ارتفع المؤشر نيكي عند الإغلاق على الرغم من إقبال المستثمرين على بيع أسهم لجني الأرباح، وارتفع المؤشر بنسبة 9%، حيث قفز سهم مجموعة سوفت بانك بنسبة تقدر ب 8.72% مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن عادت شركة الاستثمار في مجال التكنولوجيا إلى الربح للمرة الأولى في 5 أرباع. وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة لينخفض بنسبة تقدر ب 19%.
وفي الأسواق الأوروبية ارتفعت الأسهم بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبية بنسبة تقدر ب1.1%. أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن التضخم تراجع في شهر يناير ليصل إلى 3.1%، وارتفعت أسعار المستهلكين بنحو يقدر ب 3.8% على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى هبة وأدا. شكرا لك ميرنا. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. مصر تؤكد أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري منذ اللحظة الأولى بدون قيود أو شروط، والحل الوحيد يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لنحو 28,000 وأكثر من 67,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الأمل في خان يونس، والصليب الأحمر يدعو لحماية المستشفيات للحد من انهيار النظام الصحي. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء.